فيصل كتبي بخارج البساط وحاصل على ماجستير في علوم القيادة، أب لأربع أطفال، مرح وأحب أسوي مقالب. طبعا من الأشياء اللي احنا نحب نسويها برا البساط نلعب رياضة الجيتسكي أو مثلا الكورة، أحب أتحدى ربعي، أحب أنافسهم في الكورة، أحب ألعب شطرنج. وفي نفس الوقت الشيء هذا يخلينا دائما يعني نطلع من ضغوطات البطولات أو ضغوطات المعسكرات، فنتجه للألعاب هذه. لا هو في الفطور ولا هو في الغداء دي اي؟ ما انا ماكل دي اي، لا انا اتغدى العشاء. ايوه احنا ما نتعشى ريوق وما ما نتريق، ما نتغدى عشاء. عشاء اوكي. ماشي سمك في البحر الميت. اليابان، فأمريكا، بريطانيا. العطاء أنك ترد الحق للي أعطاك في يوم من الأيام. العطاء هو أنك أنت تتوقع انك تاخذ عقب، فكثر ما تعطي كثر ما ربك يكرمك، كثر ما العباد يكرمونك، وكثر ما هم يعني بيردوا لك. مو بشرط يردوا لك اياه الحين او عقب، او يمكن يرد لك اياه بشيء ملموس، لكن حتى لو كان الرد هذا كان بابتسامة او كان بحسنات انت تحتاجها يمكن في يوم من الايام ولا في اخرتك. فالعطاء شيء جدا مهم يعني في حياتي، ونتمنى دائما نكون من اللي يعطون في هالدنيا ويعطون لهالدولة اللي ما قصرت فيها فينا. أكيد جيجيتسو مسيرة حياة، الجيجيتسو مسيرة حياة بالنسبة لفيصل كتبي. الجيجيتسو كانت الشمعة المضيئة اللي كانت توجه فيصل، أو كانت البوصلة اللي وجهت حياة فيصل في عالم الرياضة أو يمكن في عالم الاحتراف أو في عالم العطاء. لأن فيصل كتبي عن طريق الجيجيتسو يارس يقدم، يارس يرد جميلة للدولة، يارس يرد جميلة باللي علموه اللعبة، باللي شجعوه، باللي دعموه، يارس يشكرهم بطريقة أو بأخرى على اللي قدموه من دعم. العائلة بكل معانيها هي الأمان، هي الحضن، هي الدعم، هي كل شيء نحن نحتاجه. وعائلة تتكون من أكثر من عائلة، عائلة قريبة، عائلة في بيتي، عائلة ربعي، عائلة الجيجيتسو، عائلة دوامي، عائلتي كبيرة جدا، وكلهم يعني محظوظ أنا بدعمهم، محظوظ باهتمامهم بي، محظوظ بي توجيههم ونصحهم لي. العائلة بالنسبة لي أكبر من مجرد اسم، العائلة هي المحرك لفيصل كتبي، وهو الدافع لأنه يقدم أحسن ما عنده ليرد الجميل لهم كلهم. هذا القدوة هو الهدف الأسمى، القدوة هو الشيء اللي أنا أتمنى فعلا أني أكون يعني على حسن ظن معازيبي، على حسن ظن الاتحاد، فأنا يخلي فيصل كتبي يمكن واحد من اللعيبة اللي يقتدون به. أنا أتمنى أني أنا أكون فعلا الشخص اللي يتابعونه الناس أو يتابعونه صغارية ويبون يكونون مثله، أو يتابعونه الرياضيين ويحاولون يحققون إنجازه. أتمنى أني أنا أحافظ على الشيء هذا، مسؤولية جدا كبيرة على عاتقي، أني دائما أكون هو الشخص اللي هم يتوقعونه. وأكيد يعني أنا أقول الحمد لله أننا الحين ماشيين في طريق صحيح، وأتمنى دائما يعني بتوفيق من الله أن نكون الشخص اللي معازيبي
ومسؤوليني وهلي يثقون به وان هو هذا الشخص الصح اللي حطوا عليه رهان. فيصل اجتماعي بشكل عام، انا يعني اجتماعي بشكل فظيع، احب كل ربعي، احب هلي، احب مسؤوليني، ما اعتقد اعيش في مكان روحي، ما اعتقد، مش فيصل كدبي. تذكرتين بس بكلم عبد المنعم يزيد لي تذاكر وبيب كل الفريق، ما بشيل اثنين بس، وانا بحط وبزيد نبي كل اللعيبه، انا ما بختار حد، انا بشيلهم كلهم وبالعكس ما بيقصرون، بروح كل مكان، اذا بنصير امريكا، بنصير بريطانيا، بنصير فرنسا، بنصير الدول اللي نقدر نتعلم منها شيء سواء كان في الرياضة أو حتى ثقافيا. أوف، الحمد لله خلصنا من الحلقة، ما أدري إذا بتكون أوكي الحلقة ولا لا، لكن أتمنى أنكم عرفتوا شيء عن فيصل كدبي هو خارج البساط، وأتمنى أنكم سعدتوا بالحلقة هذه. عمر فضلي أتحداك المرة الجاية تكون خارج البساط وتعرفنا عن جوانب حياتك اللي نحن يمكن ما نعرفه. تريونا وتشوفونا على اليوتيوب. السلام عليكم.